بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده لقائنا السادس في سلسلة علم التناسب، وكنت طلبت من حضراتكم في أول لقاء إنه يعني يا ريت تعملوا إعجابات للفيديو الهوت عشان اليوتيوب يقترحه في المقترحات بتاعته. وما بحبش أقول الكلمة دي كتير، لكن أنا لاحظت لما وأنا بكتب على الفيس ان لما بنزل منشور تافه بلتقى عليه تفاعلات كتير جدا، لما بنزل حاجة قيمة او حاجة محترمة في التفسير او في الحديث ما بلتقاش عليه تفاعلات، يعني كأن الاخوة الافاضل يعني عايز يقرأ كده ويمشي وخلاص. وانت استفدت خلاص، فيد غيرك يعني، على الاقل خد المنشور عندك على الصفحة بتاعتك، الناس اللي موجودين عندك على الصفحة بتاعتك يستفيدوا منه. علم التناسب من العلوم الخطيرة والجميلة جدا، واللي قال فيها السيوطي علم التناسب في الصور علم جليل ذو خطر، قد قل فيه الباحثون وعز فيه المستطر. دي الحلقة السادسة إن شاء الله من علم التناسب، وفيها العلاقة بين آخر سورة آل عمران وأول سورة النساء. في آخر سورة آل عمران الكلام من أول ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، الكلام عن المؤمنين اللي هم قالوا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض لغاية لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات. وفي الآخر بيتوجه نداء للمؤمنين بيقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نداء للمؤمنين بتقوى الله، بتقوى الله سبحانه وتعالى. بيعقبه نداء في سورة النساء، نداء في آخر المؤمنين في آخر آل عمران، نداء في أول سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. طبعا انت مع بقى لما بتمشي في القراءة في سورة النساء بتكتشف ان المقصود بيا أيها الناس هم المؤمنين. طب هل ينفع يا مولانا ان اقول حاجة يا أيها الناس كلهم وانا اقصد بها حاجة واحدة؟ ينفع بالضبط، زي قول الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. قال لهم الناس، ده كان واحد بس اللي قال، واخد بالك؟ قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الناس اللي جمعهم هو أبو سفيان اللي جمع، بس اللي هي في غزوة أحد، الكلام في غزوة أحد، في انتهاء غزوة أحد لما المسلمين وهم بجراحاتهم تابعوا أهل الشرك، جه واحد قال لهم إيه ده أبو سفيان جمع المشركين ورجع لكم تاني فزادهم إيمانا. فأنت لما تمشي هنا هتكتشف بقى من الـ 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 الأحكام والتشريعات اللي موجودة في سورة النساء كلها للمؤمنين مش للناس عموما. فهنا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، نداء. عقبه في سورة النساء في أول سورة النساء بنداء يا أيها الناس، هنا يا أيها الذين آمنوا، هنا يا أيها الناس، بلك فكأنه أراد أن يقول أنا أقصد بالناس هنا اللي هم المؤمنين، لأنه كل بعد كده ما فيش الناس كلهم واحد. زي ما قلت في آخر سورة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم دول المؤمنين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين دول مين؟ دول الكافرين. خلاص في آخر آل عمران في آخر البقرة قال وانصرنا على القوم الكافرين، لأن هم خلاص فئتين فقط، المؤمنين والكافرين، المسلمين والكافرين، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.